أفضل حارس مرمى تذهب إلى كابتن مصطفى شوبير، زي ما بنقول ابن الوز عوام. حقيقة إنه أثبت إنه دائما متواجد في أي وقت يحتاجه الأهلي، ولد حارس عملاق، والأكيد إنه مستقبل حراسة المرمى في مصر. خطيرة الهربة داخلة الصعبة جدا ممتازة وخطيرة برافو شوبير. 1-0 يحسب لشوبير التقدم الأهلاوي لما فسخ هدف محقق لليانجا. نمشي كرة خطيرة حذاري من كرة هادي والحارس مرة أخرى يتصدى شوبير. الجائزة دي بس أحب أقول عليها كلمة واحدة، أوفا يعني ابني بالظبط، لأن ابني وليد 2000 زيه، أصحاب من وإحنا قد كده، عاشرته وهو 10 سنين، وقلت الكابتن شوبير وهو 10 سنين الراجل ده هيبقى جون جامد جدا عشان هو تالنتد جدا. فأنا الحقيقة مبسوط جدا بالجائزة دي عشان أكني بسلم الجائزة لعبد الله.